بعد أن نغادر أمكنة عملنا ونعود إلى بيوتنا كي ننال قسطا من الراحة، ينتشرون بهدوئهم اللطيف وثيابهم المميزة في الشوارع وعلى الأرصفة، ويعيدون ترتيب الجغرافيا المحيطة بنا بعد أن لوثها ازدحام الحياة. قد نمر بهم مصادفة أثناء عملهم فنبادل معهم سلاما حارا، فعمال النظافة جنود مشغولون يحمون الفضاء المحيط بنا من التلوث، ولولاهم لما كانت بيئتنا سليمة ولا شوارعنا نظيفة ولا مدننا جميلة. غالبا ما يكون وقت عمل عمال النظافة في الساعات الباكرة من اليوم أو في ساعات متأخرة، لهذا قد تمر الأيام دون أن ننتبه لجهودهم الصامتة في ترتيب أحيائنا. تنبه المجتمع الدولي لأهمية دور أولئك الجنود المجهولين في المجتمع، فخصصوا يوماً عالمياً للاحتفاء بهم، وقامت دول أخرى بتكريمهم، فصنعت لهم تماثيل في ساحتها العامة، تقديراً لدورهم في حماية البيئة والمجتمع. يرتقون بنظافة أمكنتنا، فترتقي ذائقتنا وحسنا النفسي للجمال، فلولاهم لما ابتسم شارع ولا فرح رصيف، ولا كانت الحياة من حولنا تلمع وكأنها من زجاج ملون.